محتاج مولاي اسماعيل اكبر مشارك شارك في عدة تظاهرات ريادية اهمها 65 كيلومتر في مدينة تافراوت، وشارك من طنجة الى القويرة، شارك مدينة العيون، مدينة الداخلة، مدينة إفران، عشرات المرات في ماراثون مدينة زاكورة، وكندير نائب جمعية الصدقة المغربية الهندية للثقافة والفن، وكنمثل عمالة ولاية الدار البيضاء الكبرى بصفة عامة وصفة خاصة عمالة بن مسيك مولاي رشيد العثمان لألعاب القوى. يعني الصراحة الدورة ممتازة وسهلة بالنسبة ليا ليا، ولكن صعيبة لبعض الناس لأن هما هذوك الآخرين ما كيكونوش مدربين. حنا مادام عندنا حنا الخبرة تبارك الله، لأنه حنا كنجريو في الغابة، نجريو في الجبال، نجريو في لي مونطان. كنشكر حضور السيد العامل ديال عمالة تيرودانتي، كنلقاو دائما حسن، وكذلك الحاج أستايب والأبناء نتاعو، لأنهم صراحة كيفرحوا بنا، يعني سواء في المبيت أو في جميع الهدايا، وكيهتموا كذلك بالمسنين. وأنا السباق يعني صراحة ممتاز ممتاز جدا، وكنشكر الإذاعة نتاعكم اللي عطاتنا هذه الفرصة، لأنه لولا الصحافة ما يمكنناش نكملوا حنايا. وكأخيرا كنطلب من رئيس جمعية رئيس الجامعة الألعاب قوى باش يحاول يدير لنا واحد السباقات خاصة بالمسنين والمسنات، تحت شعار تحدي المسنين والمسنات. وأخيرا كنطلب من الله سبحانه وتعالى، أنا كنمثل المغرب الراية ديالي، ويعني فرحان، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى باش ينصر السيد صاحب الجلاله نصره الله على الاعمال ديالو. وكنشكر كذلك يطول الله العمر ديالو، والامير لاله خديجه، والامير مولاي الحسن، جميع العائله الملكيه، وجميع المغاربه خاطبه من طنجه الى القويره. وكذلك عندي واحد الطلب، هو معالي الوزير باش يحاول يصوب لنا البطائق باش تنتقلوا، لان البطاقات كتنتقلوا من الجيب ديالنا. وشكرا لهذه الاذاعه اللي عطاتني وقت، وانا الحمد لله ماشي اول مره، راه منذ البدايه ديال هذه التظاهرات وانا كنشارك سنه بعد سنه. وكنتمنى ان شاء الله ان كنوجد السباق ديال الورزازات اللي غيكون ان شاء الله، وكذلك السباق ديال السكوره وجميع السباقات. انا سعد مستعد، والناس منا بغينا غير واحد الالتفاته للمسنين باش يتهلاو فينا. وشكرا لكم، شكرا.